إن الحل يكمن حسب الكثير في فتح حوار بين الجزائريين من أجل التوافق حول طبيعة المرحلة الانتقالية التي يجب أن تكون قصيرة لا تتجاوز مدتها سنة واحدة. وفي هذا السياق أرى ما يلي: أولاً، تعليق الدستور والعمل بموجب الإعلان الدستوري، تعيين مجلس رئاسي توافقي بين فعاليات المجتمع، أعني بها بين قوسين أحزاب، نقابات، جمعيات، شخصيات، وبين قيادة الجيش. يقوم المجلس الرئاسي بتعيين حكومة توافقية غير متحزبة ذات صلاحيات سياسية. لابد من التوافق حول المرحلة الانتقالية مع هؤلاء الجزائريين الذين يحتلون الشوارع. توافق مرحلة انتقالية نساعد فيها على الأقل، ما راحش نطول عليكم، راح على الأقل المؤسسات السياسية المهمة نساعد الأحزاب على عملية انتقال داخلها، يعني عملية الانتقال لا تمس مؤسسات الدولة فقط، تمس كذلك الأحزاب والجمعيات والنقابات. على الأحزاب أن تستغل هذه اللحظة، تفتح أبوابها للشباب، تفتح مقراتها للشباب. لازم نعلموا الناس ونفهموهم باللي لي ينتخب مش راح يربح، هذاك هو طريق، هذاك هو راح يكون المحطة تاع المرحلة الانتقالية، هذاك اللي راح يضحي، ماشي هذاك اللي راح يدي، ما راحش يدي المنجز. ما كاينش غنائم سياسية في هذه المرحلة، هذه مش مرحلة الغنائم، هذا خطأ، هذا فادح. معناتها لازم يفكر باللي ما ربحش، من يخرج بالانتخابات يفكر على هذه الانتخابات مهمة. الانتخابات الدور تاعها شنو هو؟ تنظم الحراك، ماشي تجيب النتيجة، لأنه الحركة هذا غير قابل للتنظيم وغير قابل للتعطير بالوضع الحالي تاعو. كل التجارب الانتقال الديمقراطي تمر على تنظيم انتخابات شفافة وتكون النتيجة تاعها مقبولة من الجميع. فبالتالي الإشكال الأول يبقى آليات تنظيم انتخابات شفافة ومقبولة من طرف الجميع. هل العملية هذا تأخذ وقت كبير؟ ما تخش وقت كبير، لأن عملية تنظيم الانتخابات الآن أصبحت تكنولوجيا محضة 100%. فالآن أصبح التصويت الإلكتروني حل